ناس اللي كثير تقول مولودية فريق الدولة، المولودية فريق تاع الدولة، المولودية عندها امتيازات، المولودية لا تملك حتى ملعب أين تستقبل يعني صراحة، باش يبقاو يوم الخميس والجمعة رفض اللعب بالمولودية في ملعب الرويبة، في ملعب خمسة جويلية، في ملعب الدار البيضاء، حتى رئيس البلدية والوالي ديليغي على ما أعتقد رفض استقبال المولودية، المولودية لم تجد أين تلعب.